أقامت سفارة مملكة البحرين في تل أبيب حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية وبهذه المناسبة رفع سعادة السفير خالد يوسف الجلاهما سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل أسماءات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأشاد سعادة السفير خلال كلمة ألقاها للحضور بالعلاقات البحرينية الإسرائيلية التي تشهد تطوراً ملحوظاً منذ الإعلان عن اتفاق المبادئ الإبراهيمية، مؤكداً على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لما تحمله من أهمية للأمة الإسلامية والعربية، مؤكداً بالوقت ذاته بأن الوصول لحل عادل وشامل للقضية سوف يساهم في استقرار المنطقه بشكل عام وفي سياق الحفل اعرب الحضور عن احر التهاني والتبريكات بهذه المناسبه سائلين الله عز وجل ان يعيدها على قياده مملكه البحرين وعلى الشعب البحريني بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم